ده كان كورس على الـ AFib Ablation بالكارتو. كان عبارة عن 3 أيام. أول يوم كان Pure Anatomy واليوم التاني والتالت كانوا In Hospital Training في مستشفى اللي هي اسمها المازوف ميديكال سنتر. والسنتر ده بيشتغل عدد رهيب من حالات الـ AFib Ablation. هما بيقولوا ان هما بيشتغلوا في الحالة 1000 حالة أبليش، 1000 حالة AF أبليش في السنة. فطبعا عدد رهيب يعني. فأول يوم كان في كلام نظري على الاناتومي بتاع الهارت، وهما مركزين قوي على الاناتومي. وحوريكم دلوقتي احنا في حاجة كده تجربة اتعملت اناتومي حلوة جدا. مين اللي كان الكلام في الاول على التيبس اند تريكس بتاع الترانسبتال بانكتشر؟ هما ما بيعملوش الترانسبتال بانكتشر باستخدام اي لاند مارك ما عدا وجود قسطرة في الكورونري ساينس. يعني ما فيش حاجة اسمها ان هو يحط القسطرة بتاعت الهس او ان هو يحط بيكتيل او كده. هو بيحط قسطرة الكورونري ساينس وبيعتمد عليها تمام الاعتماد، وبيتبع الاتي. هما شرحوا لنا طريقتين، او في اتنين شرحوا لنا، كل واحد شرح له طريقة. الطريقة الاولانية انك بتخش بالقسطرة بتاعتك بالنيدل، قصدي بتخش عادي خالص، بتطلع فوق السوبيري فينيكيفا وبتبتدي تنزل، وبتيجي في الالي او او في البي اي، وبتدخل، مفروض انك مدخل قسطرة الكروني ساينس بتاعتك لغاية الاخر. مفروض الاخر دي اللي هي عند الساعة 3، تيب بتاعت الكروني ساينس عند الساعة 3، وانك بالقسطرة بالنيدل السيستم بتاعك بتبتدي تنزل على السبتم، وبتبتدي تنط النطتين بتوعك عادي خالص لغايه لما توصل انك في البي اي او في ال اي او، بتبقى البوينت بتاعتك على نفس الليفل بتاعه اخر الكورونري ساينس اللي هي عند الساعه 3. ده في ال اي او او في البي اي. بعد كده بتجيب في الار اي او، بيبقى التيب بتاعت الكورونري ساينس في نقطه، واللاترال بوردر بتاع الرايت اتريوم بيبقى لاين، والمفروض التيب بتاعتك تبقى في نص المسافه بالظبط ما بين النقطتين دول، او ما بين الحتتين دول، اللي هو اللاترال بوردر او الفري بوردر بتاع الرايت اتريوم والتيب بتاع الكورونري ساينس. طبعا احنا ما عجبناش الكلام ده، واحنا ايه، واحنا يعني قاعدين، لانه بمنتهى البساطه انا قلت له ايه، قلت له الله، طب ما انت مش عارفك الكورونري ساينس دي داخله لغايه اخرها ولا لا، وانت افرض انت الكورونري ساينس داخله اكتر من كده، او افرض انا ما عرفتش ادخل الكورونري ساينس لغايه اخرها. فبيقول لي هي الفكره مش فكره الكورونري ساينس نفسها على قد ما فكره البوردر اوف ذا هارت، انك الكورونري ساينس استارت الكورونري ساينس بتعلم لك البوردر اوف ذا هارت، وبتعلم لك الكيرف كده، فانت برضو بتاخد على الساعه 3. دي طريقتهم، لكن الحقيقه يعني حسيت ان هي بس فيها ريسك، لكن هم هناك شغلهم كله كده، وذي ار كونفيدنت 100% ان الطريقه دي لو عملوها 100 مره هيعملوها صح 100 مره. في طريقه تانية يعني، او في اناتومي تاني او طريقه تانية هنوصفها. وقال لك انت بتنزل بالنيدل وبتسوق وبتظبطها على الساعه 5. لو انت عايز تبقى مور انتيرير شويه بتجيبها على الساعه 4 اكتر، وبتلفها كاونتر كلوك روتيشن. لو انت عايز البنكتشر بتاعك يبقى مور بوستيرير، بتنزل كلوك وايز روتيشن، بتلفها اكتر على الساعه 6. وشويه بقى حاجات كده بيقول لك انه لو انت بتعمل بانكتشر بنون ستيربل شيث زي مثلا البري فيس، فانت الاحسن ليك انك تبقى بوستيرير شوي. لو انت معاك ستيربل شيث زي الاجيلس، فانت ممكن تبقى انتيرير. شويه حاجات بقى كده يقول لك لما تيجي تعمل الترانسبتال، انت هم عاده بيعملوا اتنين ترانسبتال زينا، لما تيجي تعمل الثانيه اعملها انفيرير وبوستيرير للاولانيه عشان ما يضايقوش بعض، عشان ما يبقاش فيه انترفيرنس ما بين الاثنين، فتعمل الاولانيه والثانيه مور انفيرير وبوستيرير. لكن بصفه عامه، بصفه عامه كل ما تبقى انفيرير وكل ما تبقى بوستيرير اكتر، كل ما يبقى احسن لك، خصوصا في الاي اف. ليه؟ لان لما انت بتبقى انفيرير وبوستيرير هتعرف تطول الرايت انفيرير فين احسن. احنا دايما غلطتنا ان احنا بنعلى في البنكتشر بتاعنا، ولما بنعلى في البنكتشر بتاعنا بنتعب قوي ان احنا نوصل للرايت انفيرير. فهم عندهم الرايت انفيرير بالمونري فين ده
ده سهل جدا الوصول ليه، انا شوف شايفهم عمالين يتمشوا رايحين وجايين عليه. يعني انا قصدي فين الرايت انفيرير بقى اللي كان بيطلع عينينا فيه ليه؟ عشان هم الترانسبتال بانكشر بتاعهم بينزلوا تحت اكتر شويه، فوسو وفيلس كل حاجه، لكن مور بوستيريور انفير، فبيبقى مور دايركتد او يعرف يطول الرايت انفيرير بالمونري فين احسن. طيب ايه تاني؟ ده بقى الاناتومي لما شرحوا لنا في المستشفى نفسها، وقال لك هو الاناتومي احنا عارفينه، احنا عارفين ان ده الرايت بوردر بتاع الهارت، او ده القسطره بتاعه الكورونري ساينس وهي نازله هنا، ده في الار اي او، هنا مكان الاورتيك روت، فما ينفعش ان احنا نوصل البنكشر بتاعتنا للمنطقه دي، وده الكورونري ساينس اوستيوم، مكان ما الكورونري ساينس القسطره بتاع الكورونري ساينس داخله الكورونري ساينس اوستيوم، وفي الـ LEO احنا عارفين ان البوردر السبتم بيبقى نازل كده اهو، والروف بتاعنا هنا والاورطة هنا، فانت لازم تبقى طبعا باصص بوستيريلي ناحية اللفت اتريوم. بيستخدموا صبغة، بيعملوا التنتينج اللي احنا بنعمله عادي خالص زي ما احنا بنعمل. قال لك طيب لو احنا في حالة ان انت السبتم فيري ثيك ومش عارف توصل، او بتزقه ومش عارف بتعدي، بتعمل ايه؟ قلت لهم بستخدم كوتري. قالوا لي طيب ما انت عندك حاجه اسهل من كوتري، انك تجيب قسطره الابليشن وانت فاتح قسطره الابليشن اصلا، وتحطها على التيب بتاع النيدل، تمام، وتكوي على كان كام، على قالوا لي 60 واط، 60 واط لمده 5 ثواني بس، تفصل الامبيدنس، يعني افصل الامبيدنس كنترول من على الابليتور، ووصل القسطره بتاعت الابليشن، لمسها على النيدل، ويكوي ادي باور 60 واط لمده 5 ثواني وتعدي النيدل. ده في حاله انه السبتم يبقى ثيك ومش عارف تعدي بالنيدل، من بره تلمسها زي ما انت شايف، يعني بالمنظر ده كده انت بتلمسها على النيدل. قال لك كوتري مش غلط مش وحش، بس ما انت عندك قسطره ابليشن ما تستخدمهاش ليه؟ ليه تجيب كوتري وبتاع وحاجات من يعني تجيب برو كوتري مخصوص وي انت عندك قسطره ابليشن، لمسها على النيدل ويكوي بيها. فدي حاجه يعني لقيتها لطيفه. يعني حاجه تاني، الجزء التاني بقى ان احنا جابوا لنا ريل هيومن هارتس، وفعلا ابتدينا نمسك الاناتومي واحده واحده في كل تشيمبر، وابتدينا نسترجع سكاشن الاناتومي بتاعت زمان، بس بفيو تاني. انا بعد ما اشتغلت كتير وبعد ما حطينا اساطر 700,000 مره في عيان، بتبص على الاناتومي دلوقتي وبتكتشف انك الفيو بتاعك مختلف تماما. انت بتبص طبعا نظره تانية، انت هنا بتحط اساطرك هنا، الهيس هنا 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 هنا، مسكنا الهارت من اوله لاخره، قطعناه كله من اوله لاخره كل تشيمبر بطريقه معينه بسيكونس معين، حطلنا كذا هارت، وبقينا بقى نشوف. يعني في الاول فتحنا الرايت اتريوم وفتحنا شفنا الفوسا اوفاليس وشفت الكوكس تريانجل وشفت كل حاجه، وبعد كده دخلنا على الرايت فنتريكل، وبعد كده دخلنا على الليفت فنتريكل، ودخلنا نيدل من الاي اي بي سي وحطيناها على الفوسا اوفاليس، وحسينا الاحساس بتاع البانكشن انك بتخرم السبتم، وخرمنا فعلا. في واحد زميلنا خرم، وبقينا نشوف بقى هو خرم فين، هل خرم صح ولا لا، هل علي ولا لا، بقينا نشوف من ليفت اتريوم، فتحنا ليفت اتريوم من الناحيه الثانيه، شفنا النيدل بتاعته فين ولقيناها في ليفت اتريوم. فيعني فكون انك تمسك الاناتومي تاني دلوقتي، الفيو بتاعك كان يعني اكيد مختلف تماما، وانا الفيو بتاعي مختلف تماما، انا ببص على الهارد دلوقتي بصه ثانيه خالص. فدي كانت ظريفه. هو ده الراجل اللي كان يعني ماسك الكورس بتاعنا بتاع الاناتومي، هو برده يعني عامل تكنولوجي ظريفه، ان هو كان عنده مودلز كتير قوي للهيومن هارتس، معظمها معمول طبعا مش ريل، وكان بيشرح عليها بكاميرا، وكانت يعني ايه الشاشه قدامنا. بقيت اليوم بقى كان الموديل اللي انا شخصيا انبهرت بيه الحقيقه، هو عامل هيومن هارت موديل هوريه لكم دلوقتي في الفيديو، ومدخل فيه قسطره ابليشن. الهيومن هارت ده بالظبط زي الموديل ده بالظبط زي هيومن هارت من جوه، بس يمكن حجمه كبير شويه، وحاطط قسطره ابليشن وموصلها على جهاز كارتو عادي خالص، والسيستم متوصل وكل حاجه. وخش يلا اعمل ماب، خش اعمل ماب من غير العيان ولا اي حاجه خالص، اتدرب، مشي ايدك واعمل لك ماب، ومشي ايدك على اليمين والشمال، وفي كاميرا مفيش فلورو،
لكن في كاميرا جوه الموديل ده. اديك انت شايف القسطرة اهو، ادي الـ الشاشه بتاعت الكارتو وانا ماسك القسطرة اهو، او في حد كان ماسك القسطرة، وفي كاميرا جوه الموديل بتوريك القسطرة بتاعتك فين بدل الفلور، بتعرفك بس انت فين. هو ماسك لك القسطرة اهو، ماسك لك الكاميرا، وده الموديل عامل لك ليفت انفيريور وليفت سوبيريور بالمونري فين، عامل لك مايتري فالف انيولس، ده المايتري فالف انيولس، ودول اللي كانوا ليفت انفيريور بالمونري فينز. وبتخش تعمل ماب كامله، مش كده وبس، ده بيقول لك بقى يلا اكوي كمان يعني فور مور تريننج. عمل لي هو لاين وقال لي يعني بس خد لك كده كام نقطه على كل لاين، اكوي لي هنا اكوي لي هنا اكوي لي هنا اكوي لي هنا. طبعا تريننج لو عندنا في مصر ده احنا يعني نعدي بيه الدنيا. لو يا ريت ان شاء الله انا هكلم الناس بحيث ان حاجه زي كده تتعمل عندنا في مصر. ده كان في روسيا، احنا كنا في روسيا. فطبعا حاجه زي كده لو موجوده عندنا انت بس كل اسبوع اقعد عليه ساعه بس تبقى بيرفكت يعني، فاهم ازاي؟ وهوريكم حاجه تانية مخصوص للترانسبت المعمول. ف انا شخصيا انبهرت بالفكره وانبهرت بالموديل. وانا لما مسكت القسطره انا عملت ماب بالكامل وكويت، خدت نقط كده وكويت. انا حاسس انه مور لس ريل. لما سالتهم قلت لهم هو ده نفس حجم الهارت الهيومن هارت النورمال؟ قالوا لي لا هو اكبر شويه. لكن حتى لو اكبر شويه انت بتدرب ايدك وبتدرب ايدك على الحركه والموشن، وتروح على الليفت فينز ازاي وتروح على الرايت فينز ازاي، وفيري سيف وفيري هاندي بالنسبه لك ان حاجه زي كده انت قدامك على طول وتشتغل كل شويه تمرن ايدك وتضرب ايدك. فطبعا وهو ده اللي مخليهم شاطرين هناك، غير بقى الفلو الرهيب بتاع الحالات. تاني وتالت يوم بقى رحنا بقى الهوسبيتال نفسها، دي اكبر سنتر في سان بيترسبرج، بيعملوا ابليشن. هم عندهم 3 اي بي كاث لابس تقريبا، بيشتغلوا في اليوم من 6 ل 7 حالات اي فيب بس، غير 3 4 حالات كونفنشنال بقى يشتغلوا بي في سيز، يشتغلوا يعني اليومين اللي انا كنت موجود فيهم كان عندهم حاجات زي بي في سيز، زي وولف، حاله وولف، حاله ايفن ار تي. طبعا دي بالنسبه لهم حدث الايفن ار تي، يعني انا بقول لهم يا جماعه الايفن ار تي ده اللي هو الايه يعني، ده لسه بنقول ايفن ار تي الى ان يثبت العكس يعني، او يعني معظم الحالات عندنا ايفن ار تي. لا لا لا، بيشتغلوا الحاجات دي كونفنشنال، ما بيشتغلوش 3 دي. يمكن البي في سيز اشتغلوها 3 دي، البي في سي، بس انا ما دخلتش الحاله بتاعتي بس. فاحنا يعني كان برضو في محاضرات الصبح وبنتبدر على الاوض، كان عندي فرصه ان انا اتعقمت الحمد لله هناك، وهم كانوا ويلنج ان احنا نتعقم. ودخلت واشتغلت، كان في ماب اترسمت، كان دخلت انا في وسط الحاله، وكانوا هم عملوا ايزوليشن ليفت فينز، وانا دخلت انا كويت الرايت فينز. وما عندهمش مشكله يعني. العيانين بيشتغلوا معظم شغلهم كونشس سيديشن، في دكتور تخدير دايما موجود معاهم. ال احنا مش بعاد قوي عنهم يعني، احنا في البريكوشنز بتاعتنا او في شغلنا او في البروتوكول بتاعنا مش بعاد قوي عنهم. موضوع الانتي كواجوليشن، في كتير منهم بيوقف الانتي كواجوليشن قبل، بقوا يرجعوا تاني يوقفوا الانتي كواجوليشن. يمكن في ناس بتشتغل على الانتي كواجوليشن ما بيوقفوش، لكن في ناس كتير بتوقف الانتي كواجوليشن قبل الابليشن. قبل الابليشن يعني في ناس بتشتغل بتدخل تعمل ترانسبتال على اورال، يعني على الاورال انتي كواجولنت ما بيوقفش. التعقيم طبعا يعني غير عندنا شويه، احنا عندنا الدنيا لوز، لكن التعقيم هناك طبعا ستريكت قوي. هناك مفيش فني فلورو، حاجه غريبه يعني، هو مغطي لك بالتعقيم لغايه الكنترول، والكنترول جاي جنب الاوبريتور، وهو الاوبريتور هو اللي بيجيب لي اريو. استغربتها جدا يعني، حسيت ان هي ديستراكتنج قوي. وهو طبعا تحتيه البادل وهو اللي بيكوي. وهقول لكم الكاوي بيمشي ازاي، لان الكاوي ماشي بطريقه ثانيه خالص غير اللي احنا بنعملها. مش عارف عمر اكيد شاف لما كان مسافر، بس الكاوي هناك ما حدش بيشتغل باي دراجينج خالص، ما فيش الدراجينج ده، ما فيش ان انا ابتدي اكوي وابتدي اسحب القسطره خالص. كل شغلهم بوينت باي بوينت، ان هم بيشتغلوا حاجه بحاجه هناك اسمها الابليشن اندكس. لا ربنا يخليك، الابليشن اندكس
ايه الابليشن اندكس ده؟ الابليشن اندكس ده هو رقم بيبقى جنريتد بايكويشنز معينه. الايكويشنز دي الايكويشن دي بيبقى داخل فيها الباور بتاع الابليشن والتايم بتاع الابليشن والكونتاكت فورس والستابيليتي بتاعه الاسطر. بيدخل الحاجات دي كلها في ايكويشن وبيطلع لها حاجه اسمها ابليشن اندكس، وهو عباره عن رقم فوق ال 300 فوق ال 350 فوق 400 او حاجه زي كده. كل اوبريتور ليه ابليشن اندكس، كل اوبريتور ليه ابليشن اندكس بيطلع بناء على عدد من حالات اشتغلها وهي ازيومز ان هي اشتغلها كويس وان الريزلتس بتاعتها كويسه، وبياخدوا الداتا بتاعتها من حيث بقى عدد الابليشن بوينتس وعدد ال كميه الكونتاكت فورس اللي كان بيكو بيها والباور اللي بيشتغل بيه، بيطلع الداتا دي كلها بيحصل اناليسز وبيطلع لك رقم للاوبريتور ده انه الابليشن اندكس بتاع فلان الفلاني مثلا 350. فيقوم يعمل ايه بقى؟ خلاص انا دلوقتي الابليشن اندكس بتاعي 350، ادخل وانا بكوي بحط القسطره بتاعتي في المكان اللي انا عايز اكوي فيه وابتدي اكوي. هو اوتوماتيكلي بيحسب كل الحاجات دي، يعني هو بيحسب الباور وبيحسب الكونتاكت فورس، بيحط لك الباور والكونتاكت فورس، وطبعا في تمبرتشر متقاسه وفي مسافتك ما بين كل نقطه واللي بعدها. تبتدي تكوي وكاثتر ستابيليتي بيعلمها لك. تبتدي تكوي بشرط ان القسطره بتاعتك تبقى ستيبل. بعد فتره من الوقت بتاع مثلا 4-5 ثواني بيبتدي فيه عداد يعد اللي هو الابليشن اندكس. وانس انك وصلت للرقم بتاع الابليشن اندكس بتاعك بتوقف والجهاز اوتوماتيكلي بيديك نقطه. خلصت نقطتك بتبتدي تتحرك من النقطه بتاعتك لنقطه تانية، وانت بتتحرك بيديك بالمليمتر مسافه اللي هو المسافه ما بين بوز القسطره بتاعتك حاليا واخر ابليشن بوينت انت خدتها. ما تخرجش عن 3-4 مليمتر، ما تبعدش بقى تاخد ابليشن بوينت تانية بعد 7 مليمتر او 8 مليمتر، خليك قريب منها، خد 3 مليمتر او 4 مليمتر بحيث انك تضمن انك ما تسيبش جابس. ظبطت نفسك عند 3-4 مليمتر ادي ابليشن، بتدي ابليشن وعينك على التمبرتشر وعينك على الابليشن اندكس، وصلت ال 350 ترفع رجلك وهو ياخد نقطه وهكذا. الموضوع ده لما اتكلمت معاهم هناك قالوا لي احنا في الاول كان بنمشي بالدراجنج وبنخلص اسرع، بس لما جينا نجرب البوينت باي بوينت لقينا ان نتائجه بالنسبه لنا احسن كريكورنس، بس كان بياخد وقت اطول شويه. اطول ده اللي هو ساعتين باي ذا واي، يعني اطول ده بالنسبه لهم ساعتين، ساعتين سكين تو سكين، لا ساعتين توتال بروسيجر سكين تو سكين. وكان محبط قوي الراجل، يعني بيقول لي طولت وبقت تاخد ساعتين. فكنت محبط جدا، بس بعد كده ابتدت تاخد وقت اقل. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا دلوقتي بقيت بوينت باي بوينت اخلصها في ساعه وربع. انا لما دخلت كويت كويت بوينت باي بوينت، وبامانه شديده ما حسيتش باي مشكله. طبعا انا اشتغلت بالابليشن اندكس بتاع الراجل اللي انا كان اللي كان واقف مع جنبي، لان انا ما ماليش ابليشن اندكس، فاضطريت اشتغل بالابليشن اندكس بتاعه. الحقيقه بتديك كونفيرماتيف ليجنز، وبتديك ثقه ان انت مدي ليجن صح ومش جاي ومش سايب جابس. لانه اكتشلي بصراحه، خلينا نتكلم بصراحه، نتكلم بقى ايه كلام واقعي شويه وعلى الارض. انت ماسك القسطره بتاعتك وبتكوي خلاص، وبعد مثلا 30 ثانيه او 40 ثانيه ابتديت تتحرك شويه وقلت للمهندس خد بوينت. طب افرض انا لما جيت اتحركت، اولا بعدت شويه، تاني حاجه لما جيت اتحركت ما كانش الكونتاكت بتاعي كويس مثلا، او اتحركت او بعدت شويه، لكن ده يضمن لك انك ما تسيبش جابس، يضمن لك ان كل ابليشن بوينت ليك تبقى ديب. افرض انا خدت بوينت بدري شويه، ما هو الابليشن اندكس بيضمن لك كل ده، لانه بيحط اعتبار للباور، بيحط اعتبار للتمبرش، بيحط اعتبار للستابيليتي، الستابيليتي بتاعت القسطره بيقيسها. ما يبتديش يعد ابليشن اندكس لو القسطره بتاعتك مش ستيبل، ما تلاقيهوش ابتدى يعد، بيستنى شويه، يستنى لغايه لما تبقى ستيبل خالص، حتى وانت بتكوي يستنى لغايه لما تبقى ستيبل خالص ويبتدي يعد لك بعد شويه. ليه؟ انت لسه مش ثابت.
لكن انا وانا بالدراجنج ده انا ممكن استارت ما تبقاش ثابت، ممكن اخد بوينت في حته انا بيهيئ لي ان هي انا عملت فيها ابليشن، لكن انا ما كنتش عملت فيها ترو ابليشن ليجن. فالابليشن اندكس الحقيقه حاجه حلوه جدا، وانا لما شفته انا اتوهمت لانه فعلا يضمن لك تماما ان انت عامل ايزوليشن. حاجه تانية من الحاجات اللي ابهرتني السيميليتر بتاع ترانسبت. عندهم جهاز يعمل لك سيميليشن لكل الظروف، هو هنا في واحد مودريتور بيجيب لك ال او ار او ويجيب لك منظر الاساطير بتاعتك وانت جوه، وتدخل تعمل ترانسبت الفعل وتحقن صبغه وتشوف انت مكانك فين. عيبها او الكونسول او اللي احنا قلنا له هناك ان احساس الترانسبت ما كانش ريل الحقيقه، يعني وانا بدخل بدب الميدل ما حسيتش ان انا حقيقي، يعني حسيت ان هي دخلت كده سهل. لكن برضو دي لو حاجه عندنا طبعا تمرين، وهو بيحط لك بقى يعني ديفرنت سيناريوز، عين ليفت اتريوم كبير، عين تي جي ايه، عين مش عارف ايه كده، يعني فيك سيبتم حاجات زي كده. هناك برضو من كتر ما اشتغلوا ما بقوش يعملوا البريكوشنز اللي المفروض بتتعمل. على سبيل المثال احنا اتكلمنا معاهم وقالوا لنا احنا في البوستيرور من ايكو 25 انا شفت بتاع 7 8 حالات في اليومين، حاله واحده بس اللي وطوا الوط في البوستيرور 25، الباقي كله بيجوا بوستيريرلي 30 عادي خالص. الحاله اللي انا كنت بشتغل فيها انا كويت بوستيرير 30 وانا بكوي بقول للراجل بقول له shouldn't I decrease the watt to 25؟ قال لي لا 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 مش لازم، احنا في روسيا جزارين شويه. فهم لا ما بيشتغلوش روتين للتمبرتشر بروب ولا بيعملوا ترانسبت البايس، مش روتين عنده الا في الحالات الصعبه بس، وفي الحالات الصعبه بس تي اي، لكن روتين مش ما عندهمش ايس بالظبط. هو جايدد بحاجه مطمنه جدا. انا عايز اقول لك كمان انه في بعض الناس اعتمادا على موضوع الابليشن اندكس ده ممكن بعد ما يخلصوا ابليشن ما يعملوش اكزيت بلوك ولا انترنس بلوك. قال لي ما بعملش. خيري ممكن بيعمل لكن انا شخصيا ما بعملش، اللي هو اكتر واحد شغال هناك واحسن واحد هناك فيهم. قال لي انا ما بقتش اعمل خلاص الا لما حد يزن عليا، يعني لما حد يحاول يقنعني او يقلقني او حاله صعبه او حاله فيها يعني حاسس ان فيه فايرنج جامد ممكن اعمل. هناك كان في حاله كان شاكين ان هي ممكن تحتاج اديشنال لاينز او ممكن يبقى فيه فايبروزز، دخلوا استخدموا البنتري، الاسطره البنتري. البنتري دي اسطره عباره عن بدل ما يبقى الكترود واحد بيبقى خمسة ارمز، كل ارم فيه 4 الكترودز، فبتطلع لي 20 سيجنال. ال 20 سيجنال دول بيطلعوا برضو على الشاشة بتاعت الانتراكاردياك 1 2 3 4 5 6 لغاية ايه 20. طبعا البنتري دي ميزتها ان هي بتاخد لك الماب بتاع الليفت اتريوم كله بسهولة جدا، لان الخمسة ارمز دول they are very loose، فهم بيلفوا معاك في الليفت اتريوم بمنتهى البساطه. ولكن عشان تاخد منهم فولتج ماب، لانك عشان تشوف الفايبروزز لازم تعمل فولتج ماب، بياخدوا منك وقت عبال ما بيلموا الداتا، لان برضو ليها كرايتيريا معينه ان البنتري دي لازم السيجنلز كلها تبقى موجوده عشان الكونتاكت وعشان الاستابيليتي والكلام ده كله، بس بتاخد وقت. بالصدفه الحاله اللي احنا شفناها ما كانش فيه فايبروزز في الليفت اتريال وول، البوستير ليفت اتريال وول، فالراجل اكتفى بان هو يدخل يعمل ابليشن للبالموني فينز بس، عمل ايزوليشن بالموني فينز بس. توتال بروسيجر كان تقريبا ساعه ونص، توتال فلوروسكوبي تايم كان 2:50 وكان بيعتبره كتير. يعني هو حتى نفسه قال ده انا كده بالنسبه لي ده كتير، 2:50 باستخدام البنتري عمل ليفت فولتج ليفت اتريال ماب وعمل ايزوليشن. طبعا عمل ماب بالكامل بالفينز بالايزوليشن بالابليشن، والعين كان بيجيله فريكوينت اي اف وكان بيجيله فايرنج، عنده فايرنج رهيب
دقيقتين 50 ثانية، لانه اعتماده الكامل على انه هو بس في الترانسبتال عمل بس البانكشر، واعتماده الكامل تماما على ال 3 دي ماب، وما بيبصش في الورق خالص غير يعني لما بس حاجه بس حصلت كده. احد التريكس، بس انا مش عارف هي، انا المفروض ان هي موجوده هنا، مش عارف انا ما حطيتهاش ولا ايه. لا اهي، احد التريكس انا عملت او بيقول لك في طريقة معينة ازاي تعرف لما تحط القسطرة بتاعتك على الريدج اللي هو اللي ما بين الليفت سوبير بالمونري فين والابندج، لما تحط القسطرة بتاعتك تعرف منين انك على الريدج. فهو شرح لنا حاجة كده معينة، انك لما تيجي ترسم الماب، اول لما ترسم الماب وتخش جوه ليفت سوبير بالمونري فين وتكوي، بتيجي سوبير اللي كده في الفين وتكوي لك كام كاويه كده خفاف. ليه؟ قال لك لما انت تحط القسطره بتاعتك على الريدج بالظبط هتشوف الريكوردنج بتاع ليفت اتريال ابندج، ومش هتعرف تميز من جواه البالمونري فين بوتنشال، او مش هتعرف تشوف بالمونري فين بوتنشال، فهيبان لك حاجه كده وخلاص. طيب لما تكوي لك شويه فهتعمل شويه ديلي للبوتنشال، فلما هتحط قسطرتك على الترو ابندج او على ريدج ترو ابندج هيبان لك المنظر كده، لكن لو دخلت جوه البالمونري فين هيبان لك المنظر كده. فدي احد التيبس، ان ازاي تفرق ما بين، او ازاي تعرف انك واقف على الكراينه فعلا ولا واقف جوه بالمونري فين المنظر ده. او انت ممكن تجيب تكون جوه بالمونري فين بس جايب فار فيلد او جايب ريكوردنج من الابندج. فقال لك انت لما تكوي سوبيريلي في الفين شويه بوينتس اوف ابليشن هتاخر شويه البوتنشال، هتبعدها عن الشارب او البيج بوتنشال بتاع الليفت اتريال ابندج. متهيألي انا كده خلاص خلصت البتاع. لكن هما هناك يعني ما يفرقوش عننا في حاجه غير الفلو، بامانه ما حسيتش هما طبعا اكسبيرينس رهيبه، ومن كتر ما شافوا حالات بقوا مستبيعين شويه في البريكوشنز بتاعتهم. لكن حسيت ان الجاب اللي ما بيننا وما بينهم هي بسبب الفلو وبسبب الشغل الكتير اللي هما اشتغلوه واللي احنا مش عارفين نشتغله. بالظبط هما بيدعوا ان بيقولوا عندهم فاينانشال ايشوز، وان العين ما بيتوفرلوش كل حاجه، بس طبعا يعني يجي ايه جنبنا ده. تمام، انا خلصت كده.